السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب العرب في كل مكان، القريب والبعيد، معكم أخوكم وحبيبكم علي جمال من جديد، ونتمنى يا رب أيامكم كلها أفراح وعيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دلوقتي هصور لكم فرصة عندنا، بناء جميل جدا ما شاء الله، وشقة بسعر كويس جدا. ده مجمع مع الحديقة، شايفين؟ الشقة ديت يا جماعة اللي هي في الدور الأول، بصوا كده وبص على الحديقة ما شاء الله، شايفين؟ يلا بقى دلوقتي نخش شقتنا دي. دلوقتي جميلة جدا، بتبص على الحديقة في الدور الأول، الأسانسير طبعا، ده السلم بتاع العمارة. عايزين تطلعوا بالأسانسير، عايزين تنزلوا بالسلم، براحتكم خالص. يلا بينا. الشقة كبيرة وحلوة، بصوا كده. الحمام، تقفل باب بيتك وتستريح، يا ده الحمام. يلا نكمل. دي غرفة النوم، ده المطبخ، ده مكان التلاجة، السخان جاهز ومتركب، المطبخ واسع، غرفة النوم وفيها المدفأة. بص على الحديقة اهي، أما بقى الصالة بتاعتنا الجميلة والواسعة، واللي بترد الروح، تعالوا كده تحطوا الترابيزة هنا، بصوا وانتوا قاعدين جوه، كأنكم، مش هقول جوه البحر لأن مفيش بحر، جوه الحديقة، كأنكم قاعدين جوه الحديقة، شايفين؟ شايفين؟ وطلع ساعة
السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة الجميلة اللي تفرح القلب ديت تمنها 550,000 ليرة. مكانها فين؟ في منطقة السلطان أيوب جنب محطة المترو، من هنا للفاتح 15 دقيقة. مجمع، ده مجمع للعائلات، إنسان يعني فيه التزام كبير وكل واحد في حاله. جنبكوا في السوبر ماركتات. الشقة مساحتها 90 متر، زي ما نشوف حاجة كده ترد الروح. تفتحوا الشباك اللي على اليمين اللي على الشمال، شايفين حتى وانا بسجل كلامي شايفين هدوء، مفيش دوشة ولا الكلام ده، لان الناس اللي عايشين هنا الطبقة بتاعتهم طبقة متعلمة وكل واحد في حاله. بس هي دي كل حاجة، ومجمع فيه حراسة، وجنب كل حاجة هنا سواء سوبر ماركتات، مدارس، جنب المول الكبير اللي هو فايلنت اللي هو اسمه اسطنبول الحديث. وبالنسبة للسعر 550,000 ليرة، بعد ما هذه الشقة عجبتك ايه اللي هيحصل؟ انت بتقعد مع المالك، واحنا دورنا انا والشريك التركي هنقعد معاك وهنفاصل، يعني هنكون معاك احنا مع بعض وانت بتتكلم الملك تفاصل واحنا بنترجم لك، وهنكون معاك لغاية ما تاخد الطابو ان شاء الله. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. المجمع يا جماعة، اوريكم المنطقة دلوقتي. ما ايفت والمدخل اهو. شوف يا جماعة الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع الثالث الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء، يعني وصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الجمال برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير،
وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم. يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا أنا صيتا ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا أنه أولادنا معنا في الشراء من البداية إلى النهاية. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه للمسا منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، وأتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا وياه لأنه إنسان صادق وأمين. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احب اتكلم عن تجربتي الشخصية مع استاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. واستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشره، وشقه جدا نظيفه والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعامله وما تركني الى انتهى الطابو. واحب انه انصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعامله نظيفه، يتواصلون مع استاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. كان معكم وسيظل معكم إن شاء الله أخوكم اللي بيموت فيكم علي جمال من اسطنبول. تحياتي. علي جمال
اسطنبول تركيا. مع السلامة.